بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في قناة موثوقة التعليمية. في هذا العدد سنقدم لكم موقعين لعمل الصور بالذكاء الصناعي، الموقع الأول نيت كافي والموقع الثاني ليكسيكا. كما تلاحظون طريقة العمل بهذه المواقع سهلة جدا، تقوم بفتح حساب في الموقع ثم تقوم بإضافة الوصف الذي تريده لإنشاء تلك الصورة. كما تلاحظون قمت بنسخ بعض الأوصاف ثم نقوم بالذهاب إلى الموقع، نقوم بوضعها هنا ثم نضغط هنا. قبل الضغط هنا تستطيع التحكم في حجم الصورة من هنا وهذه الإعدادات، ثم نضغط بعدها على إنشاء. ننتظر لحظات فقط تظهر الصورة التي قمت بطلب تصميمها من هذا الموقع بشكل ممتاز. تستطيع استعمال هذه الصورة في المحتوى الذي تريده على الإنترنت. نذهب إلى الموقع الثاني، موقع نيت كافي. كما تلاحظون نقوم بالضغط هنا، تختار هنا المظهر الذي تريده ثم تقوم باختيار هنا نوع الأشكال. كما تلاحظون شبه واقعي، بورتري، نضغط هنا. بعد الضغط على هذه الصورة نقوم بإضافة الوصف. ثم نضغط هنا، ننتظر لحظات فقط. هذه الصورة قمت بإنشائها سابقا. لاحظوا جيدا الصورة التي قمت بطلبها الآن. تظهر الصورة بشكل جيد على هذا الموقع نيت كافي. تستطيع استعمال هذه المواقع لإنشاء أكبر عدد ممكن من المحتوى، وتجدون في صندوق الوصف فيديو لعمل الصور بالذكاء الصناعي عبر بوت موجرني. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. في حالة ما أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك وعمل الاشتراك في القناة في حالة ما كنت غير مشترك. شكرا لكم على المشاهدة.